الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يأتيها مبلغ سنوي مقداره 35,000 ريال، وهو إرث من أبيها، وهي متزوجة وغير موظفة، وزوجها متقاعد، وعندهم أبناء وبنات، وراتب زوجها يكفيها ولله الحمد. تقول: وأتصدق من الورث هذا الذي يأتي خلال السنة، وإذا انتهى المال تسلفت من أحد إخواتي لكي أتصدق، وأقول لهم أسددكم عند توزيع الورث فيوافقون، فهل يجوز أن أستلف لكي أتصدق وهي قادرة على التسديد ولله الحمد؟ الحمد لله، لا بأس عليك أن تواصلي في الصدقة إذا كان الحال كما ذكرت من أنك ترجين السداد بعد ذلك، وهذا عمل طيب جزاك الله خيرا. كون الإنسان يتحامل على نفسه من أجل إخوانه الفقراء ويستدين من أجلهم إذا كان يرجو سدادا ووفاء، فإن هذا عمل طيب وهو دليل على نية صالحة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، فهذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج عليك في ذلك، مع أننا لا نرغب أن تستديني، لكن إذا حملتك نفسك على الدين ولم تطق نفسك أن تقطعي هذه الصدقة عن المستحقين لها فلا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله. فالاستدانة لمثل هذا العمل الصالح وهو الصدقة لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.